پورے سال گھر میں خوشحالی اور سکون رجب المرجب میں صرف ایک بار درود پڑھنے سے. اس درود پاک کو روزانہ گھر میں ایک مرتبہ پڑھنے سے گھر میں خوشحالی اور سکون رہتا ہے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأسهاره وأنصاره وأشياعه ومحبيه وأمته وعلينا معهم أجمعين يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأسهاره وأنصاره وأشياعه ومحبيه وأمته وعلينا معهم أجمعين يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأسهاره وأنصاره وأشياعه ومحبيه وأمته وعلينا معهم أجمعين يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأسهاره وأنصاره وأشياعه ومحبيه وأمته وعلينا معهم أجمعين يا أرحم الراحمين.